مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في المسائية، إطلالتكم اليومية على أبرز الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة. وفي فقراتنا الليلة نتابع: صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تقول إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رحب خلال لقائه بوفد من الكونغرس الأمريكي بعودة الجالية اليهودية لمصر، وتعهد ببناء دور العبادة لها. ونتابع أيضا: جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وصهره يكشف عن الملامح الرئيسية لصفقة القرن، ويقول إن تأثيرها يمتد إلى مصر والأردن وتتضمن إلغاء للحدود. والعفو الدولية تصدر تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان ببلدان الشرق الأوسط، أزمة حقوقية متفاقمة في مصر، معاناة الناشطات واغتيال صحفي في السعودية، ومأساة إنسانية وتكريس للعنصرية في فلسطين. في المسائية أيضا: إضراب عفوي في دمياط المصرية تفاديا لحملات مصلحة الضرائب يتسبب في إغلاق شبه كامل للمحال التجارية والأسواق في المحافظة. الناس دي كلها بتحب البلد وعايزه البلد تبقى كويسه، اما شارع زي ده محافظه زي دي تقفل، ده حرام طبعا. ننزل عشان كده بص يا عم هنا يا عم ايمن تقفل بلد كامله بتقفل، ده عشان مدني. وتوتر في مدينة القدس المحتلة بعد اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى وإغلاق مصلى باب الرحمة. أهلا بكم. كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وفد من الكونغرس الأمريكي منذ أيام في القاهرة، وأضافت أن الوفد تكون من لجنة تدعى الميدالية الذهبية حضر لتقديم جائزة لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات نيابة عن زوجها لجهوده في عملية السلام بين مصر وإسرائيل. وخلال لقاء السيسي مع الوفد الذي ترأسه النائب اليهودي المتشدد عزرا فريدلاندر، قالت جيروزاليم بوست إن السيسي تحدث باعتزاز عن ما وصفته بدور المجتمع اليهودي في إثراء المجتمع المصري سابقا، كما شدد على أهمية عودة الجالية اليهودية إلى مصر، متعهدا بتوفير جميع الاحتياجات لها ومنها بناء المعابد اليهودية. من جانبه قال فريدلاندر إن الاجتماع مع السيسي جاء للتأكيد على الأهمية الكبرى التي تبذلها الجالية اليهودية الأمريكية لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، مطالبا اليهود الأمريكيين بالتحالف العلني مع السيسي. كما نقل عن السيسي قوله إنه إذا لم يحصل على دعم أمريكي فإن جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن تستعيد السلطة في البلاد، مطالبا بدعمه إلى أقصى حد ممكن. ومعنا عبر سكايب من نيويورك الدكتور أحمد غانم المراقب السياسي، أرحب به كما أرحب بضيفي عبر الهاتف من رام الله الدكتور علاء الرماوي مدير مركز القدس للدراسات الفلسطينية، أرحب بكما معي. لكن دعونا نبدأ من نيويورك دكتور غانم، والدلالات المتكررة لزيارات وفود يهودية لعبد الفتاح السيسي في مصر كثرت في الفترة الأخيرة، أو حتى وفود أمريكية يعني داعمة لإسرائيل، دلالات هذا الأمر من وجهة نظرك قبل أن نتحدث في التفاصيل؟ نعم، بداية هذا الوفد الذي زار السيسي وفيه بعض أعضاء الكونغرس وليس وفدا رسميا، يعني لا يمثل الكونغرس وليست زيارة رسمية من الكونغرس، وإنما بعض المنظمات غير ربحية التي تدعي أنها تعمل من أجل السلام والتي تقدم هذه الجوائز يكون لها الحرية في دعوة بعض أعضاء الكونغرس في أنهم يأتوا ويحضروا للمقابلة مع رئيس في منطقة في مكان ما أو في دولة ما.
فالنقطة الأولى التي يجب أن نركز عليها أنها ليس ذلك يعني وفدا رسميا من الكونغرس، وإن حضر بعض أعضاء الكونغرس. والنقطة الثانية هي نقطة أن عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول للانقلاب يعرف جيدا أن مفتاحه إلى الإدارة الأمريكية، سواء إدارة الجمهوريين أو إدارة الديمقراطيين، هو علاقته بإسرائيل، لأنه يراهن على مدى قوة اللوبي الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة، ويعرف أن يعني اتجه للإسرائيل وأخبرهم أن هناك العلاقات الاستراتيجية مهمة جدا بين نظامه وبين إسرائيل، وأنه الوحيد القادر على حماية أمن إسرائيل وعلى حماية حدود إسرائيل، وبالتالي سأحمي حدودكم، سأتفق مع أجندتكم في المنطقة، ولكن احموني في واشنطن، واحموني ليس فقط في واشنطن ولكن داخل الاتحاد الأوروبي. ولذلك نجد هنا في أمريكا حملة كبيرة مكثفة من كثير من أعضاء الكونغرس الذين ينتمون إلى الإيباك أو لهم أفلييشن ولهم اتصال بالإيباك، هو اللوبي الصهيوني في أمريكا، لدعم عبد الفتاح السيسي في كل شيء وتقديم العون في عبد الفتاح السيسي ومنع أي إدانة ربما تقدم في الكونغرس لإدانة مذابح عبد الفتاح السيسي. وبالتالي الخطة التي وضعها عبد الفتاح السيسي في علاقاته الخارجية وفي علاقاته بأمريكا منذ البداية أعتقد أنها بالنسبة تؤتي ثمارها لعبد الفتاح السيسي، وهي أحد أسباب استقرار الانقلاب العسكري منذ وقوعه حتى الآن، سواء من جانب حكومة أمريكا أو حكومات الأوروبية. طيب ابقى معي سيد دكتور أحمد. دكتور رماوي، ما الذي يعنيه أن يكون على سدة الحكم في مصر رئيس يطلب دعما إلى أقصى حد من إسرائيل، من الجماعات التي تدعم الكيان الإسرائيلي؟ يعني ببساطة ما انعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية؟ نعم، في البداية بعد التحية لكم للسادة المشاهدين، لابد من الإشارة بأن النظام السيسي وتحديدا شخص السيسي وصل إلى مرحلة من الارتكاس التي لا يمكن أن يتصورها أحد. تخيل معي مصر بحجمها أن تكون تستجدي دعما من جماعات يهودية ليست بالغة التأثير، وإنما يتحدث مع أجزاء ناشطة في التيار الصهيوني في الولايات المتحدة. معنى ذلك عندما يتوسل إليهم سيسي بحماية الحدود، بالحماية من التيار الإسلامي الذي قد يعود لحكم مصر، أن يتوسل إليهم بالأمن الاستراتيجي الذي يوفر السيسي للكيان الصهيوني، هذا يعني أنك تتحدث عن شخصية وضيعة وصلت إلى حدود خطاب لا يمكن تصورها، ووضعت مصر أم الدنيا التي صاغت على الأقل حضورها كقبلة للعرب في سنوات مضت، الآن السيسي يحطها الآن يضعها الآن في حفيظة الاحتلال الصهيوني، يشكلها كيف يشاء للحفاظ على كرسيه وكرسي نظامه. الآن لماذا السيسي يصل إلى هذا المستوى؟ يعلم السيسي جيداً بأن النظام الذي ولد بعد الانقلاب هو نظام يمكن أن يحاكم أمام الجنائية الدولية بجرائم حقيقية استخدمت سواء ضد الشبان المصريين أو ما أحدث في رابعة أو ما سجل من حالة انتهاك لحقوق الإنسان ضد الصحفيين وضد الفئات الشعبية، ثم التجويع الذي يدار الآن في مصر. البعد الآخر وهو مهم، بأن عرش السيسي الآن وما يتوفر له من حماية الآن على الأرض جاء بعد تدخل الكيان الصهيوني بكل أدواته، بالإضافة إلى اللوبي الصهيوني المتواجد في الولايات المتحدة. وبذلك هذا العبد السيسي بين قوسين يرد الجميل لسيده ومشغله فيتقدم له بهذه الصياغة. طيب، السؤال الأهم استراتيجيا، كيف ينعكس ذلك على حالة الصراع مع الاحتلال الصهيوني؟ أنت تخيل معي مصر التي تشكل في عقلية الأمة بأنها المساحة المهمة في تصحيح مسارها، الآن مصر تقود عملية تطبيع، تقود عملية انفتاح على الاحتلال الصهيوني، هي الآن النموذج المؤثر بين قوسين والذي يحمي عورة العرب من التطبيع الواسع بشكل كبير، والذي تقود الآن دول الخليج سواء كان ذلك من السعودية أو الإمارات أو البحرين أو غيرها. معنى ذلك بأن مصر الآن توفر الآن الغطاء لعملية التطبيع الواسعة، الآن مصر تشجع في الذهاب، وهذا ما سنتحدث عنه حول صفقة القرن بعد قليل، بمعنى مصر الآن تمهد عمليا لإعطاء غطاء حقيقي لفرض معايير التطبيع. أنت سمعت الآن ما الذي جرى بوابة الرحمة
هل سمعت بيان من مصر حول هذه القضية؟ طيب. هل سمعت غضبة من الخليج لما يجري في المسجد الأقصى؟ دكتور علاء، عفوا للمقاطعة، لكن بالتأكيد أنا سأعود إلى هذه النقطة، وكما أشرت أنت هناك المزيد أو المتسع من النقاش حولها، خصوصا عندما نتحدث عن مسألة تصريحات جاريد كوشنر الأخيرة. لكن دكتور أحمد أعود إليك، والحقيقة أعود إلى هذا الحديث المهم بين السيسي وبين الوفد اليهود الأمريكيين. يعني عزرا فريد لاندر اللي هو كان يترأس هذا الوفد بيقول أننا السيسي أنه تحدث باعتزاز عن دور المجتمع اليهودي في إثراء المجتمع المصري، وكمان السيسي بيقول أنه شدد على أهمية عودة الجالية اليهودية إلى مصر وتعهد في حال رجوعها بتوفير جميع الاحتياجات منها بناء المعابد اليهودية، وعد أيضا بتنظيف مقبرة البساتين القديمة في القاهرة خلال ديسمبر المقبل، وهي مقبرة تعود للقرن التاسع الميلادي، يعتقد من أكبر المقابر في اليهودية في العالم. يبدو أن السيسي يقدم كثير من الأوراق لليهود. المسألة في المقابل، هو فقط يريد الدعم أم يريد ما هو أبعد من الدعم؟ يريد مثلا أن يكون يعني يقترب مما اقترب منه أنور السادات من يعني اتفاقيات سلام أخرى، إذا صح هذا التعبير، جائزة نوبل للسلام أخرى كما حصل عليها الرئيس الراحل المصري أنور السادات. أعتقد أن الهاجس الأساسي والهدف الأساسي من أي تحرك يفعله السيسي هو السيسي نفسه. السيسي أعتقد أنه يأمل أن يستمر في الحكم حتى الموت، وربما يورث الحكم لأبنائه ويحولها إلى ملكية عسكرية أو إلى ملكية سيساوية، وبالتالي هو يفعل ما يمكن فعله في إرضاء من يرى السيسي أنهم اللاعبين الأساسيين الذين يستطيعون حمايته وحماية عرشه وحماية الانقلاب عنه. السيسي يعرف تماما أن يعني إذا أتته أي ضربة ستكون من الخارج. هو يعني جرف الحياة السياسية داخليا تماما، لم يعد هناك أحزاب، لم يعد هناك معارضة داخلية، جميع الذين يعارضون سواء من جميع التيارات إسلاميين وغير إسلاميين كلهم في الحكم وفي كلهم في السجن، والذي لم يدخل السجن وهارب خارج مصر، وبالتالي يعرف أن الخطر الأساسي الذي سيأتيه من الجيش. هو الوحيد القوة الموجودة حاليا في مصر التي يمكنها أن تثور على السيسي أو تتحرك على السيسي، والمفتاح الجيش، هناك مفاتيح كثيرة للجيش المصري في الداخل الأمريكي، ولذلك هو يحاول الوصول إلى الداخل الأمريكي عن طريق الجماعات اليهودية النافذة، سواء النافذة أو غير النافذة. أعتقد أنه يعني يحاول الوصول بشكل كبير، يحاول ذلك حتى من خلال جماعات الإيفنجاليكالز اللي هي اليمينية المسيحية في أمريكا التي يمكن أن تدعمه، وبالتالي هو يبحث عن أي دعم ويقدم لهم ما يمكن تقدمه. لا أعتقد أن أي دولة في العالم، سواء دولة متخلفة أو دولة متقدمة، هي من مهمتها بناء المساجد أو بناء الكنائس أو بناء المعابد. هذه أشياء يفعلها الناس الذين يعبدون، واليهود الذين يريدون كيف يعودون لمصر. لا أعتقد أن أي يهودي لديه عقل يمكن أن يعود إلى دولة يعني ليس فيها أي حرية، يعني سيترك إسرائيل التي فيها حريات وفيها انتخابات، أو سيترك أمريكا التي فيها حريات كبيرة ويذهب ليعيش. لكن اسمح لي يعني بالتأكيد أنت متابع دكتور أحمد ما تتحدث عنه إسرائيل في الفترة الأخيرة من وجود من يجب أن يعوض بعض الإسرائيليين أو بعض اليهود الذين تركوا البلدان العربية في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، يجب أن يعوضوا عما تركوا سواء من عقارات أو أموال أو غيره. وبالتالي هذا الكلام يأتي في نفس هذا السياق، السيسي يقول لهم عودوا إلى مصر سنبني لكم دور العبادة، وبالتالي من الممكن أن تأتي أيضا لحظة التعويضات لصالح إسرائيل بالطبع. هو وسلاح التعويضات تستخدمه إسرائيل مع كل الدول الأوروبية وغير الأوروبية، هو أحد الأسلحة الاستراتيجية التي تستخدمها إسرائيل دائما لجلب التعاطف معها ولفتح مساحات سياسية مع أعداء تقليديين، موضوع التعويضات. ولكن بالنسبة حتى لإسرائيل، إسرائيل أوريدي حصلت على ما هو أكبر من مجرد تعويضات مادية. إسرائيل لا تهمها بضعة ملايين يدفعها السيسي هنا، ما يعرفون أن السيسي فقير وأن مصر دولة فقيرة ولا يمكن أن تعطيهم شيء. الشيء الأساسي الذي كسبته إسرائيل هو إجهاض الثورة المصرية التي كانت تمثل فعلا الخطر الحقيقي على إسرائيل، لأن وجود الآن هناك جيش كامل
يحمل أسماء مصرية ويحمل يعني هوية مصرية يقف على الحدود ويحمي حدود إسرائيل. الآن طبعا. يجلس في سدة الحكم في مصر من يحافظ على أمن إسرائيل ويقول بذلك على نتيجة أنه يحافظ على أمن إسرائيل، وبالتالي الدولة اليهودية أو الدولة الإسرائيلية حصلت على يعني أكثر مما تتخيله، ليس مجرد تعويضات هنا. لكن اسمح لي في نقطة أخيرة في هذا السياق، السيسي يقول للوفد اليهودي الأمريكي إذا صح هذا التعبير أنه إذا لم يحصل على دعم أمريكي إلى أقصى حد فإن جماعة الإخوان المسلمين من الممكن أن تستعيد السلطة في البلاد مرة أخرى. إذن لماذا يلعب بورقة الإخوان من وجهة نظرك؟ أو لماذا يخوف بورقة الإخوان؟ هذا ما يفعله السيسي منذ البداية، أنه يقول للغرب أنكم تخافون من الإخوان، أن الإخوان المسلمين أصبحت بعبعا كبيرا، يعني حتى الذين لا يعرفون شيء عن العالم العربي أو عن الشرق الأوسط يستخدمون كلمة المسلم براذرهود أو الإخوان كليبل أو كبراند كبير يمكن أن يتم وضعه على أي عمل إرهابي أو عمل يهدد المصالح الغربية حتى لو لم يكن ذلك. وبالتالي تم اتهام عضوات السيدات عضوات الكونغرس المسلمات الذين دخلوا إلى الكونغرس رشيدة طليب وإلهان عمر على سبيل المثال أنهما ينتمين إلى الإخوان المسلمين، فأصبح الإخوان المسلمين هو براند، وهذا البراند يستخدمه السيسي لتخويف الغرب ولاستجلاب تعاطف الغرب. يعني حتى لو جماعة الإخوان المسلمين كلها سافرت خارج مصر ولم يبقى في مصر إخواني واحد سيظل السيسي يستخدم ذلك، لأن ذلك أحد أسباب بقائه، أحد المبررات التي يسكت فيها الغرب على القمع في مصر أنه يقمع الإسلاميين الذين يمثلون خطرا على إسرائيل. ابقى معي سيد غانم. مشاهدينا الكرام، في موضوع آخر، كشف مستشار الرئيس الأمريكي ومبعوثه الشرق الأوسط جاريد كوشنر عن أبرز مبادئ خطة التسوية الأمريكية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بصفقة القرن. وأشار كوشنر في تصريحات صحفية إلى أنها تركز على ما وصفها بمبادئ الحرية والاحترام، والتي تشمل حرية الفرص والدين والعبادة بغض النظر عن المعتقد. وأكد مستشار الرئيس الأمريكي أن صفقة القرن تركز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي، لكن الهدف من حل قضية الحدود هو القضاء على هذه الحدود. وربط كوشنر في خطة السلام بين المسارين السياسي والاقتصادي، معتبرا أن الحد من التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين من شأنه تحسين فرص الاقتصاد الفلسطيني الذي كان مقيدا في ظل غياب السلام، كما سينعكس على دول أخرى كمصر والأردن ولبنان على حد تعبيره. سيد الرماوي، دكتور رماوي، هل لديك تفاصيل فيما يخص ما يقال عنه صفقة القرن، خصوصا أني يبدو أن كوشنر بيتحدث عن خطوط عريضة، الحرية، إتاحة الفرص للعمل والاقتصاد وما شابه، فهل لديك تفاصيل أكثر في هذا السياق؟ دكتور علاء الرماوي، هل لازلت معي؟ نعم، ما زلت معك. أنا كنت أسألك عن التفاصيل الخاصة بصفقة القرن، تفضل. نعم، لابد من الإشارة إلى ثلاثة نقاط، ونستقي ذلك، نربط ذلك من خلال المعلومات والتصريح الأخير الذي كان على لسان كوشنر. أول هذه القضايا لابد من الإشارة إلى القدس. القدس في خطة في الخطة الأمريكية في صفقة القرن هي للاحتلال الصهيوني. باقي مناطق العبادة هي تحت السيطرة الصهيونية. معنى ذلك بأن الفلسطيني والعربي سيكون في ضيافة الاحتلال الصهيوني تحت قبة العاصمة الموحدة والتي تقودها ويقودها الكيان. بالمقابل أنت تتحدث عن الجغرافيا. الجغرافيا ما وراء الجدار هي التي تسمى القدس، أبو ديس العذرية بالإضافة إلى السواحل الشرقية. يعني ذلك أننا بتنا على الأقل لا نملك من القدس شيء بحسب الخطة الأمريكية. البعد الآخر يتعلق بروحية الاتفاق. هنا كوشنر وضع الإصبع على العملية التي على الأقل يقبلها الاحتلال الصهيوني، وهذا ما تحدث عنه نتنياهو، تحدث عنه بني جنس، وتحدث عنه يعلون، بأن الحل الممكن مع الفلسطيني هو اقتصادي، بمعنى أن السلام الاقتصادي هو الذي يمكن أن يتوفر. هذه الخطة تحدث عنها شارون، ثم تبعه نتنياهو، والآن تعود عبر بوابة ما يعرف بصفقة القرن. النقطة الثالثة وهي الأخطر في سياق ما يمكن أن يشار للتسريبات التي يدور الحديث عنها. أنت تتحدث عن الجغرافيا الفلسطينية. حددت فلسطين على أنها
45% من الضفة الغربية وقطاع غزة. ما الذي نعنيه بذلك؟ الآن قطاع غزة الذي يعد معزولا، تحاول الولايات المتحدة أن تدفع قطاع غزة من خلال البوابة الصهيونية باتجاه مصر. وهنا جاء الحديث على الأقل في التسريبات الأخيرة بضرورة ترسيم الحدود، الحديث عن لا حدود. معنى ذلك لأن الوطن الممتد إلى سيناء، الحديث عن حل الضائقة السكانية الكبيرة في قطاع غزة يجب أن تكون عبر بوابة سيناء. ما الذي نعني بذلك؟ هناك سيصار إلى عملية ما يعرف بالجزر المتقطعة، وطن في جزء من الضفة الغربية ثم قطاع غزة من خلال الاتصال بجزء من أراضي مصر، نحن نشير هنا إلى رفح وامتداداتها، عودة إلى الضفة الغربية. أنت تتحدث عن كل محيط مدينة القدس، أكثر من 14 مستوطنة سيتم ضمها إلى القدس التي تعريف هي موحدة تحت الاحتلال الصهيوني. أنت تتحدث إلى الضفة الغربية، سيصار تعريفا وجودها تحت القبعة الأردنية، بمعنى أن لا كيان سياسي فلسطيني، وإنما سنكون تبع جزءا للجانب المصري وجزءا آخر للجانب الأردني. أثرت الكثير من النقاط سيد رماوي، يعني أرجو أن أن تجمل كل ما تريد أن تقوله في هذه النقطة في أقل من 30 ثانية لضيق الوقت. نعم، ما سيصار إليه بأن العرب سيجبروننا كفلسطينيين من خلال السلطة الضعيفة لدينا بأن يصار ترتيب الواقع الفلسطيني تحت عين العرب بالرضا الإسرائيلي وتحت وطأة ما يعرف بالعصا الأمريكية. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور علاء الرماوي مدير مركز القدس للدراسات الفلسطينية، كنت معي عبر الهاتف من رام الله. وانضم إلينا الآن عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من رام الله أيضا الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية. رحب بك معنا دكتور مصطفى. كلما نقول أن صفقة القرن أصبحت سرابا لا وجود لها، فإذ بنا نفاجأ بأن كوشنر يتحدث عن خطوط عريضة، عن موعد بعد الانتخابات الرئاسية أو انتخابات التشريعية الإسرائيلية في شهر إبريل. ما الموضوع ببساطة شديدة؟ هل هذه الصفقة حقيقية وقائمة وستنفذ على الأرض أم لا؟ أولا هناك ملاحظتان يعني مهمتان جدا. الملاحظة الأولى أن صفقة القرن تطبق على الأرض الآن، تطبق دون الإعلان عنها، قبل الإعلان عنها. يعني ما قامت به الإدارة الأمريكية من نقل السفارة إلى القدس وإعلانها القدس عاصمة لإسرائيل، وطبعا بهذا شملت القدس الشرقية والغربية معا وليس كما يقول البعض فقط الغربية، والدليل على ذلك أنهم قرروا إغلاق القنصلية الأمريكية في القدس التي كانت تعنى بشؤون الفلسطينيين وإلغائها، وجعل كل الأمور بيد السفارة الإسرائيلية في إسرائيل، السفارة الأمريكية في إسرائيل. إذن نحن نتحدث عن عملية تطبيق. النقطة الأخرى التي قاموا بتطبيقها قطع المساعدات عن وكالة الغوث ومحاولة تدميرها، والادعاء بتمرير قرار بالكونغرس للادعاء بأن اللاجئين هم فقط 40,000 شخص، أي الذين ما زالوا أحياء ممن هجروا عام 48، بدل أن يكون رقم 6.5 مليون للاجئ فلسطيني. إذا نحن نتحدث عن عملية تصفية تجري الآن على الأرض لموضوع القدس ولموضوع اللاجئين الفلسطينيين، وطبعا لفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة بكاملها كما ذكر قبل قليل. لكن ما يلفت النظر في تصريح كوشنر، كوشنر لم يعطي تفاصيل، كوشنر ذكر نقطة جوهرية أساسية واحدة، قال أن قضايا الحل النهائي قضايا صعبة ومن الصعب أن يتفق عليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، وبالتالي نحن لن نتطرق لها. يعني بدوش يتطرق لموضوع القدس ولا اللاجئين ولا الحدود ولا الاستيطان، وسيركز على مواضيع أخرى وهي الموضوع الاقتصادي. يعني باختصار شديد هو يحاول أن يدفع رشوة للفلسطينيين مش من أموال أمريكا بالمناسبة، رشوة يجبيها من دول عربية تندفع للفلسطينيين للتنازل عن قضيتهم الوطنية وللتنازل عن حقهم في دولة مستقلة وللتنازل عن القدس وللتنازل عن كل فلسطين. هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلة، هذه خيالات مريضة لن تتحقق. أنا أقول لكوشنر ولكل من يسمعنا، لا فلسطين للبيع ولا القدس للبيع ولا الأقصى للبيع
ولن نتنازل كفلسطينيين عن حقوقنا في كل فلسطين وفي كل أرضنا وفي حقنا في القدس وفي المسجد الأقصى. بالعكس، المعركة الجارية الآن في المسجد الأقصى في مصلى الرحمة، وهذه المقاومة الشعبية الرائعة التي رأيناها في شوارع الخليل، في شارع الشهداء، وفي المغير، وفي كفر قدوم، وفي مناطق عديدة أخرى، هذا النضال الوطني الفلسطيني لن يسمح بتمرير صفقة القرن. هذه أوهام كل ما يحاول كوشنر أن يفعله، أن يمرر خطة نتنياهو، أن يمررها على أرض الواقع وأن يصفي الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولكن ذلك لن يمر. إنما يجب أن يعرف الناس أنهم باشروا فعليا في محاولة تطبيق ما يسمونه صفقة القرن. وطبعا الركيزة الرئيسية التي يحاولوا أن يصلوا إليها هو أن يخلقوا تطبيعا مع المحيط العربي على حساب القضية الفلسطينية وبدون حلها. تقصد من الكلمة الأخيرة ما أشار إليه كوشنر من أن الجزء الخاص بهذه الاتفاقية لا يتعلق بإسرائيل وفلسطين، لكن أيضا يتعلق بمصر، يتعلق بالأردن ولبنان دكتور مصطفى؟ لا، هو يحاول أن يروج لإغراءات اقتصادية في هذا المجال، بمعنى أنه سنعمل بحبوحة اقتصادية. وطبعا أنا باعتقادي هذا كلام مضلل. فعلا كما ذكر قبل قليل، هاي خطة الحل الاقتصادي كبديل للحل السياسي ولحق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال ليست جديدة، طرحها شارون من قبل وفشلت فشلا ذريعا وستفشل مرة أخرى. إنما هذا الإيهام، والذي يترافق مع ضغوط هائلة مالية تمارس الآن ضد الفلسطينيين، قطع كل المساعدات الأمريكية التي كانت تصل، طبعا الهدف من ذلك الضغط على الفلسطينيين، الآن اقتطاع أموالنا، سرقة أموالنا، الاستيلاء عليها من قبل إسرائيل، أموال الضرائب الفلسطينية التي للأسف نتيجة اتفاق باريس البائس تمر عبر إسرائيل، يقتطع منها أجزاء كبيرة جدا بهدف ممارسة ضغط اقتصادي يماثل تماما الضغوط الاقتصادية التي مورست على منظمة التحرير قبل توقيع اتفاق أوسلو. وهناك مؤامرة أخرى، وهذا ما نبه له الجانب الروسي عندما دعا الفصائل الفلسطينية إلى لقاء في موسكو على أمل التقدم بالحوار الوطني لإنهاء الانقسام، أن هناك خطر حقيقي، مؤامرة إسرائيلية أمريكية وربما تشارك فيها أطراف أخرى للاستيلاء على ما حققه الفلسطينيون من خلال الثورة الفلسطينية ومن خلال الانتفاضة الشعبية في حق تمثيل أنفسهم، والتشكيك في منظمة التحرير التي تعتبر الممثل الشرعي المعترف به عالميا وعربيا وفلسطينيا. ولا يوجد تناقض هنا بين الحاجة لتطوير دور منظمة التحرير وتفعيله وتفعيلها وتفعيل دورها، وبين التأكيد على دورها كممثل للفلسطينيين، لأن الهدف من صفقة القرن هو كما هو واضح، بما أنه جميع الفلسطينيين يرفضوا صفقة القرن، وأنا أؤكد لا يوجد فريق فلسطيني أو فصيل فلسطيني يقبل بصفقة القرن، ولا يوجد من سيتجرأ على القبول بها لأنه سيوصف بأنه عميل. نعم. من يقدم على القبول بصفقة دكتور. القرن والتفريط بالحقوق في ظل هذا الوضع تمارس ضغوط لكي يسلب من الفلسطينيين حق تمثيل أنفسهم. طيب، دعني أعود إلى تصريحات كوشنر مرة أخرى عندما سئل عن الهدف من حل قضايا، أو هو قال أن الهدف من قضايا من حل قضية الحدود بين فلسطين وإسرائيل هو القضاء على هذه الحدود. ماذا كان يقصد من وجهة نظرك بهذه العبارة؟ هو كان يقصد أنه بدل الفكرة الجوهرية الأساسية التي أجمع عليها المجتمع الدولي بأنه حل الدولتين كما يقال، بأن تقوم دولة فلسطينية على كاملة السيادة ومتواصلة جغرافيا على جميع أرجاء الضفة الغربية المحتلة عام 67 بما فيها القدس المحتلة وعلى قطاع غزة، الفكرة الآن أنه ما فيش حدود، وبالتالي فكرة الدولة تتحول إلى معازل وكنتونات وجزر صغيرة. نحن نعرف أن إسرائيل الآن قطعت الضفة الغربية إلى 224 جزيرة صغيرة مجزأة بالمستوطنات ومجزأة بالطرق الالتفافية الاستيطانية ومجزأة بجدار الفصل العنصري. الهدف أن يمنع قيام كيان فلسطيني، دولة فلسطينية متواصلة ذات سيادة، وتحويلها إلى بؤر صغيرة
حتى تبقى المستوطنات تسيطر على حوالي 62% من الضفة الغربية، حتى تبقى القدس مهيمن عليها بشكل كامل ويعتبروها مدينة يهودية، والأجزاء الفلسطينية المبعثرة تبقى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، ويبقى الجيش الإسرائيلي في الأغوار وعلى رؤوس الجبال وفي محيط كل قرية ومدينة فلسطينية. بالتالي الفكرة هي تحويل مفهوم الدولة الفلسطينية من دولة ذات تواصل جغرافي وذات سيادة كما هو متعارف عليه وذات حدود إلى كيان هزيل لا حدود له. هذه فكرة كوشنر. هل تعتقد أن المناخ العربي السائد الآن، وأنا أقصد هنا الأنظمة العربية التي يبدو أنها تتودد بكل الطرق إلى إسرائيل وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، تعترف بالجاليات اليهودية، بل تقابل يعني لجان يهودية أمريكية تطلب منها الدعم لذلك، هل تعتقد أن هذا المناخ يعني يضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة ما يعرف بصفقة القرن؟ في أمرين يضعفوا الموقف الفلسطيني. الأمر الأول استمرار الانقسام الداخلي للأسف الشديد، واستمرار الانقسام يعزز محاولات إسرائيل والولايات المتحدة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بالكامل، وبالتالي إبطال مفعول العامل الديموغرافي كما يظنون، لأنهم يعرفوا أن ابتلاع 6.5 مليون فلسطيني ليس أمرا سهلا، وخاصة أن عددنا أكثر من عدد اليهود الإسرائيليين الآن في أرض فلسطين التاريخية. بالتالي فصل غزة عن الضفة أمر أساسي لخطتهم حتى تمر، وحتى يعتقدوا أن ذلك يسهل عليهم ابتلاع الضفة الغربية. فالانقسام هو أهم ما يضعفنا، ويجب أن نتجاوزه بأي وسيلة من الوسائل. النقطة الثانية التي تضعفنا طبعا أن بعض الأطراف العربية قامت بأنشطة تطبيعية مع إسرائيل، لكن دعني أقول أنا أثق أن جميع الشعوب العربية دون استثناء مع الشعب الفلسطيني، وهذا عنصر ضغط يوازي ويقف في وجه الضغط الأمريكي الموجه لجعل هذه أنظمة الدول تطبع مع إسرائيل. كان يلفت النظر مثلا بعد اجتماع وارسو الذي قدم على أنه نشاط أدى إلى مظاهر تطبيعية ما بين إسرائيل والدول العربية، أنه في مؤتمر الذي عقد الأوروبي العربي أعيد التأكيد مرة أخرى على أن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية، وأنه لا سلام في المنطقة ولا استقرار بدون القضية الفلسطينية. هذا ماذا يعني؟ يعني أن قضية فلسطين أكبر من أن يستطيع أي كان أن يلغيها أو يبتلعها أو يصفيها، وهذا أمر يجب أن نشدد عليه، وأيضا أن نواصل الضغط لفرض مقاطعة على إسرائيل وعقوبات على إسرائيل وليس تطبيع مع إسرائيل. أنا يعني يذهلني ما يجري الآن في العالم. أنا أمس التقيت مع وفد جاء من الولايات المتحدة من النشطاء الفلسطينيين، وأكدوا أن هناك ثورة حقيقية تجري في الجامعات الأمريكية من الشباب الأمريكي وحتى من عناصر يهودية في الشباب الأمريكي، تقف بقوة ضد السياسة الإسرائيلية وتقف مع حركة المقاطعة والبي دي اس التي تحاربها إسرائيل وحكومة الولايات المتحدة. نحن نشهد نهضة عالمية في التضامن مع الشعب الفلسطيني. انظر إلى النجاح الرائع الذي حققناه في البرلمان الإيرلندي رغم أن في الحكومة، الحكومة وقفت ضد القانون الذي طرح في البرلمان الإيرلندي من قبل أصدقائنا بفرض مقاطعة على المستوطنات وبضائعها، ومر القانون، مر ب 78 صوت مقابل 42 صوت. هذا ماذا يدل على ماذا؟ يدل على أن لدينا زخم هائل في العالم إن أسرعنا في إنهاء خلافاتنا ووحدنا صفوفنا كفلسطينيين. أشكرك. وصعدنا نضالنا وكفاحنا من أجل حقوقنا الوطنية. الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من رام الله. أشكرك شكرا جزيلا. وسؤال أخير لك دكتور أحمد، فيما يخص إدارة ترامب، ولعل كان لفت النظر الدكتور مصطفى البرغوثي أن يبدو أن السياسات الإسرائيلية تجد أيضا مقاومة داخل المجتمع الأمريكي، لكن إلى أي مدى تستطيع إدارة ترامب يعني تحت هذا العمل الدؤوب من جانب كوشنر أن تفرض ما يعرف بصفقة القرن أو تصفي القضية الفلسطينية من مضمونها؟ نعم، منذ حدوث النكبة الفلسطينية وحتى الآن كانت هناك أطروحات كثيرة لإنهاء الوضع الفلسطيني وإنهاء الوضع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. أحد هذه الأطروحات كان ترسيم الحدود مرة أخرى، وبالتالي ما جاء به كوشنر ليس شيئا جديدا. أعتقد أن لفظ صفقة القرن هو لفظ إعلامي وبراند إعلامي تم ترويجه في الوطن العربي، لا وجود له في الداخل الأمريكي، لا في مراكز الأبحاث ولا في الأرض ولا في حتى التقديم له كمقدمات لكي يحدث في أمريكا. أعتقد أنه مجرد فرقاء إعلامية
كوشنر لا يمتلك الخبرة ولا القدرة على فرض صفقة بهذا الحجم على عشرات الدول التي يجب أن تتعامل مع تبعات ذلك الحل، أعتقد أنه كلام دعائي يراد به خدمة الانتخابات أو حلفاء ترامب في الانتخابات الإسرائيلية وبعض الانتخابات الإسرائيلية. أعتقد أن هذا الكلام كله سيتبخر، لأن يعني إدارة ترامب الآن في ورطة كبرى داخلية، ولا أعتقد أن لديها المساحة من التفكير أو المساحة السياسية لفرض حل عالمي بهذا الشكل. الدكتور أحمد غانم المراقب السياسي كنت معي عبر سكايب من نيويورك، أشكرك شكرا جزيلا.